هذا يسأل الإنسان إذا خطب امرأة يجوز له يكلمها في الهاتف، أما الكلام الذي فيه سؤال وجواب عما يهم الزوجين أو الخاطبين، عما يهم الخاطبين فيه مصلحة لا بأس، أما الكلام اللي فيه مغازلة أو كلام فيه خضوع بالقول هذا لا يجوز، لأنها ما بعد صارت زوجة له، هي أجنبية، هو أجنبي فلا يكلمها بالكلام الساقط اللي حول الشهوة وحول الأشياء، هذه ما يجوز، المغازلة أو الكلام اللي حول الاتصال الجنسي هذا حرام ولا يجوز، لأنها لم تكن زوجته بمجرد الخطبة.